وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب السياسي العراقي وسام العاني. مرحبا بك معنا أستاذ وسام. يعني مع اتساع رقعة التظاهرات وتصاعد حدتها، هل تملك حكومة العبادي والميليشيات وسيلة أخرى غير القمع لإنهاء هذه التظاهرات؟ أهلا وسهلا أخي الكريم، وتحية لك ولجمهور القناة. بلا شك حكومة العبادي لن تعدم الوسائل الكثيرة للضغط ولقمع مثل هذه المظاهرات الشعبية العفوية، وقد تسجل إلى تأليف أكثر عنف وقسوة، وبوادر مثل هذه التصرفات أعتقد بدأت منذ يوم أمس من خلال قطع خدمة الإنترنت. فربما هناك تحضيرات وترتيبات لإجراءات أكثر قسوة وأكثر عنف لقمع هذه التظاهرات. أما الأساليب الأخرى ممكن تلجأ لها هي أساليب الترغيب والترهيب، مثل الوعود الزائفة، مثل من خلال رئيس مجلس الوزراء أو من خلال تدخل المرجعيات الدينية والضغط على الجماهير في أن تنسحب من الشارع وتعود إلى البيوت وتقبل بوعود الحكومة. ولكن باعتقادي أنه في هذه اللحظات الحاسمة الآن لن تجدي مثل هذه الأكاذيب والوعود الزائفة أي نفع مع الجماهير الغاضبة. نعم، بالحديث عن الأساليب، يعني عمدت حكومة حيدر العبادي إلى أسلوب تقليدي للدكتاتوريات بحجب خدمة الإنترنت، هل تعتقد بأنها تستطيع أن تحجب حقيقة ما يجري في العراق؟ لا طب بالتأكيد لا، يعني الكثير من الحكومات جربت هذا الأسلوب ولم يجدي نفعا، وخصوصا أنه كثير من الشباب الناشطين في العراق على مواقع التواصل الاجتماعي لديهم الكثير من الوسائل والأساليب التي يمكن من خلالها أن يوصلون الصوت والصورة، والكثير منهم الآن يعمل على التوثيق، على توثيق كل الأحداث والمجريات وتوثيق كل الحالات اللي تحدث في التظاهرات. وبالتأكيد هذا الأسلوب لن يزيد هؤلاء الشباب إلا عزيمة وإصرار على المضي حتى تحقيق أهدافهم بالكامل. نعم، حيدر العبادي استدعى الميليشيات من كركوك ومدن أخرى إلى الجنوب، هل بات اعتماد الحكومة في بغداد على الميليشيات وهل تراه حل؟ يعني للأسف الشديد إعداد الميليشيات منذ سنوات سابقة منذ حكم نور المالكي في دورتين هو بالحقيقة تحضير مثل هذا اليوم للأسف الشديد، ولكن بالتأكيد من يقرأ التاريخ يعرف أنه هذه الميليشيات المسلحة وأن السلاح القمعي لن ينفع مع إرادة الشعوب وسعيها لنيل الحرية والكرامة. وأيضا يعني يزيد قناعتي أيضا أنه جزء كبير من الشعب العراقي بدأ يفهم أنه هذه الميليشيات هي ليست لحماية الوطن وليست لحماية طائفة وليست لحماية مذهب معين، وإنما الهدف منها الوصول إلى السلطة بقوة السلاح. وأدرك الشعب العراقي خصوصا بعد الانتخابات الأخيرة وكمية الزيف وكمية التزوير التي جرت في هذه الانتخابات، اكتشف الشعب العراقي بأن هناك محاولات حثيثة إلى إيصال شخصيات بعينها بقوة السلاح وبقوة وضغط الميليشيات المدعومة من إيران لإيصالهم إلى السلطة. نعم. أعتقد أنه الميليشيات فقدت حاضنتها الجماهيرية بشكل يعني كبير، وأعتقد أنه الآن الشعب العراقي أمام فرصة تاريخية لنيل حقوقه ولنيل الحرية والكرامة من جديد. نعم، يعني بعد اعتماد حيدر العبادي على الميليشيات، برأيك هل يمكن أن يتكرر سيناريو الأنبار والموصل وبيجي والانتهاكات التي تمت فيها يتكرر في مناطق الجنوب؟ للأسف هذا شيء متوقع. الحكومة الحالية وكل الحكومات التي تعاقبت على السلطة في العراق من بعد الاحتلال الأمريكي قبل عقد ونصف، كلهم يعني يؤمنون ويلجؤون إلى لغة القوة والسلاح والقمع، وهذا ما حدث مع اعتصامات ومظاهرات سابقة ظهرت في السنوات الأخيرة وتم قمعها بقوة السلاح. ولذلك إنه هذا الأسلوب يعني بكل أسف هو متوقع أن يتم استخدامه، بل وربما يعني يذهبون إلى أبعد من ذلك من خلال القمع الوحشي، لأن المشروع الأمريكي يعني ذو الأذرع الإيرانية لم يسمح بالتأكيد
بظهور أصوات الشعب العراقي في الشارع والتي تدعو إلى إسقاط حكومات حكومة الاحتلال، لكنهم بالتأكيد سيذهبون إلى إجراءات أكثر قمعية وأكثر وحشية، وهذا متوقع، ولكن ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل العراق وأن يجنبهم جميع المخاطر وأن يكونوا قلبا واحدا في هذا الحاسم. الكاتب السياسي العراقي أسامة العاني كان معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.